بسم الله على بركة الله نبدأ الجولة ديالنا في مدينة بركان. هاد الجولة الليلية اللي غادي تكون في ليالي شهر رمضان المبارك. يوم اخوتي ما بقاش بزاف العيد، نورمال مبقي نهار ولا يومين، غدا ان شاء الله غادي يقولوا فوقاش بالضبط غادي يكون العيد، واش يوم الاربعاء ولا يوم الخميس. هاد الفيديو راني نصوره بالضبط في اللي هاد النهار كاين يوم الاثنين، هاد النهار الاثنين يعني الليلة ديال الثلاثاء، غدا ان شاء الله غادي يكون يوم الثلاثاء 29 رمضان في المغرب. اذا اخوتي غادي نمشيو نشاركوا معكم الاجواء كما العادة في مدينة بركان. هذه المرة اختاريت اننا نديروا الاجواء الليلية في مدينة بركان. بزاف ديال الناس اللي كانوا كيطلبوا مني انني ندير جولة ليلية في مدينة بركان، يتعرفوا على الاجواء، يشوفوا كي دايرة الدعوة في الليل. وراني كنت ديجا كنت درت واحد الفيديو، هادي يعني ماشي بزاف، تقريبا واحد الاسبوع هكاك، شفتوا معايا الاجواء كي دايره في شارع بنو سينا اللي هو شارع الذهب في الجهه ديال الطحطاحه، في ديك الساحه ديال الطحطاحه، وفي بزاف ديال البلايص اخرين اللي محركين في المدينه ديال بركان، وبالخصوص في هذه الايام الاخيره من شهر رمضان كتكون واحد الاستعدادات كبيره لاستقبال عيد الفطر. بزاف ديال الناس اللي كيخرجوا باش يشريوا الحوايج، راكو عارفين، سواء الكسوه ولا كاين عاود اللي كيشري الحوايج ديال الكاطو. المهم الدعوه محركه في مدينه بركان وتقريبا في جميع المدن المغربيه كاملين فيهم الحركه بحال هكا. اذا راني طالع دروك مع شارع بنو سينا، بغيت نبداه من البدايه ديالو، غادي نطلعوا معاه كامل حتى نوصلوا للجهه ديال الطحطاحه ونصوروا لكم شويه الاجواء، تشوفوا معنا كي دايره الدعوه في بركان، ورا واحد الحركه كبيره الخوت تبارك الله، واحد لا سيركيلاسيون اللي كبيره بزاف، دعوه عامره راكم تشوفوا راه مبلوكي الطريق، ما قدرناش حتى نفوتوا. راكم تشوفوا هنا راهم ولاو يحطوا الحوايج يعني الكسوه، السبرداين، السراول، التريكويات، الكاسكيطات، المهم اللي بغيتوا كل شيء كاين هنا في شارع ديال الذهب او شارع بنو سينا. غادي نزيدو نطلعو معاه، اولا الا كطلع بصعوبه هنا راكو عارفين الدعوه عامره بزاف، الناس في اليمين في اليسار في كل بلاصه الكسوه. هذه الاجواء اللي كاينه قبل العيد، وراكو عارفين تقريبا يعني دائما هكا في شهر رمضان، وبالخصوص في هذه العشر ايام الاخيره من يقرب العيد الحركة كتزيد تكبر اكثر. اذا نخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو، غادي كما قلت لنا غادي نشاركوا الاجواء في شارع الذهب او شارع بنو سينا، وغادي نزيدوا نطلعوا مع الجهه ديال الطحطاحه حتى هي، وغادي نصور لكم شويه في ديك الساحه ديال الطحطاحه اللي كتسمى ساحه المسيره الخضراء، وفي مجموعه ديال الاماكن اخرين في مدينه بركان. ما كرهتش تنزلوا في لي كومونتير تقولوا لي البلاصه اللي راكو فيها اسم المدينه ولا اسم الدوله اللي راكو فيها في هذه اللحظه، ومرحبا بكم كاملين اينما كنتم سواء داخل المغرب او خارج المغرب. تحيه للناس ديال الجاليه المقيمه في الخارج في اي مكان في العالم، في اوروبا، في امريكا، في اي بلاصه، وتحيه ايضا للناس ديال الجزائر اللي حتى هما كيكتبوا لي في التعليقات بزاف في مجموعه ديال المدن الجزائريه، سواء الجزائر العاصمه ولا تلمسان ولا بالعباس ولا مجموعه ديال المدن. المهم مرحبا بكم كاملين، ونخليكم تكملوا معنا هذا الفيديو، نتمنى لكم فرجة ممتعة. Thank you.
اخوتي واحد لا سيركيلاسيون، واحد الحركه اللي راه ما تقدروش تخيلوها معايا. راه تقريبا ربع ساعه وانا نتمشى بحرا وصلت لهاد البلاصه، يعني ما نقدر نقول لكم يعني تمشيت نص ديال هاد الشارع ديال الذهب، وراني عاد هنا غادي ندور على اليمين اللي انا ما قدرتش نكمل ديريكت لان راه مبلوكي راكم تشوفوا. غادي ندور على اليمين وغادي نطلع مع ديك الزنقه وغادي نولي مع الرومبوا ديال التحتاح. المهم واحد الحركه اللي في شكل بعد هاد الايامات اللي فاتوا، راه اليوم اكثر نهار شفت فيه هاد الحركه بحال هكا، وراه تقريبا كل نهار كتزاد الحركه اكثر من الايامات اللي فاتوا. يا والله لا نقول لكم ربع ساعه وانا تما، تخيلوا معايا 15 دقيقه تقريبا كملت فيها النص ديال داك الشارع. راه واحد الحركه اللي صراحه غريبه غريبه بزاف، واحد لا سيركيلاسيون اللي راه ما تقدروش تخيلوها معايا. وحتى على الرجلين ما تقدرش تمشى تما، هذا هو المشكل، حتى على رجليك راك ما تسلكش. المهم اخوتي راني في هذا الرومبوا اللي راه جايه في الجهه ديال التحتاحه، اللي كيكونوا فيها الطوبيسات اللي كيديو في مجموعه ديال الاماكن. وكمعلومه راه الطوبيسات راهم خدامين في الليل، الطوبيسات اللي كيديو للاماكن اللي بعاد شويه في بركان بحال الجهه ديال واولوت، الجهه ديال على ما اظن الجوايه ديال ورطاس، المهم بلايص اخرين، الطوبيسات راهم خدامين حتى في الليل في هذه الايام الاخيره من شهر رمضان. يا خوتي دروك غادي نبداو شويه في التحتاحه. هذه هي الساحه ديال التحتاحه اللي راها في اليمن ديالي. اشوفوا معايا الكسوه كي دايره هنا. واحد الحركه اللي راه في شكل في شكل، ما عرف هنا واش غادي نقدر نسلك ولا محال، ما عرفتش كاع كي غادي ندير نفوت منا. غادي نهربوا شويه بهذا الطريق. المهم الوطن، الناس في كل بلاصه، الدعوه محركه بزاف، اجواء رائعه رائعه جدا في مدينة بركان وفي الليالي ديال شهر رمضان، وبالخصوص في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان مع اقتراب عيد الفطر اللي ما بقى له والو. شوفوا الدعوة كي دايرة هنا. غادي ندير ديك الرومبوا غادي نولي، غادي تشوفوا معايا التحتاحة بعدا من البعيد كي غادي تبان لكم. التحتاحة راه ما تقدرش تفوت فيها نهائيا على الرجلين وما غاديش تسلك تما. شوفوا شوفوا كي دايرة السيركيلاسيون. واحد الحركة اللي كبيرة بزاف بزاف في المدينة ديال بركان، كلشي راه يتباع هنا، سواء الحوايج ديال الكاطو، الكسوة، السبردايين، النعايل، المهم أي حاجة، أي حاجة عندها علاقة برمضان ولا بعيد الفطر راه تتباع في هاد البلاصة. مشكلة مع هاد كي غادي نديرو نفوتو مع ديك الرومبوا. ما انا عرفتو صافي مزير هذيك الرومبوا، راكو تشوفوا حاطين دوك يمكن غادي ندير لها شي هربه غير من هنايا، لان الا جيت نتمشى من لهنا راه ما غاديش نسلك. يا درت لهم واحد الهربه زينه، غادي نهرب غير مع هاد الطريق. هي غادي نولي لشارع الذهب، غادي نوليو نهودو معاه، نتمناو من نهودو تكون الدعوه شويه مرخوفه، ماشي بحال الطلعه. راكم شفتوا معايا ديك الطلعه راه تقريبا ربع ساعه بحرات مشيت نص ديال الشارع ولا ما وصلاش. درك غادي نهودو مع شارع بنو سينا، غادي تشوفوا معايا الاجواء كي دايره. كاين هنا القهاوي على اليمين، مجموعه ديال المقاهي، واللي صركوا عارفين كاين عاود الحوايج اللي تباعوا تما، كاين المهم كاين الماكله، كاين المهم اي حاجه بغيتوا راه كاينه في شارع الذهب او شارع بنو سينا، الشارع اللي دائما عامر في شهر رمضان. واحد السيركيلاسيون اللي بزاف. وهنا ما عرفناش واش حتى هنا غادي نقدروا نمشي ولا غادي نتعطلوا بزاف. يا اخوتي الاجواء كي دايره في مدينه بركان، دعوه عامره بزاف، الكسوه، المهم اي حاجه راه تتباع هنا. ما كرهتش تنزلوا في لي كومونتير تقولوا لي البلاصه اللي راكم فيها في هذه اللحظه،
اسم المدينة ولا اسم الدولة، وقولوا لي واش توحشتوا بحال هاد الأجواء اللي كاينة في شهر رمضان في المغرب، وبالنسبة للناس ديال الجزائر حتى هما قولوا لي واش عندكم بحال هاد الأجواء في شهر رمضان في المدن ديالكم، واش كاينة الحركة بزاف في النهار في الليل، قولوا لنا. المهم عطيونا نديو شوية الأفكار على المدن ديالكم كي دايرة، واش فيها شي حركة ولا لا. هنا راه الدعوة عامرة في النهار في الليل، المهم في كل في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. وراه تعرف هاد الحركة كتبقى تقريبا حتى الوحدة ونص ديال الليل، عاد الدعوة عامرة. ومع العلم أن يعني مدينة بركان مقارنة مع مدن كبيرة اللي كاينة في المغرب راه مدينة صغيرة، ولكن محركة في هاد الفترة ديال شهر رمضان بزاف، وبالخصوص في هاد الأيام الأخيرة قبل العيد. يعني باش تعرفوا ان في المدن الاخرى بحال كازا بحال الرباط بحال المدن اللي كبيره بزاف غتكون فيهم واحد الحركه اللي راه ما تقدروش تخيلوها، تكون الدعوه عامره بزاف. وراه في هذه الفتره جميع المدن ديما عامرين، دائما محركين، اجواء رمضانيه جميله. والصراحه ما كانش بحال الاجواء ديال شهر رمضان في المغرب من جميع النواحي، سواء بغيتو من ناحية ديال الصلاة تبارك الله، التراويح الأئمة تبارك الله، الأصوات الرائعة، الخشوع، مساجد كبيرة، المساجد نقية، كل حي كتلقى ثلاثة أربعة ديال المساجد، المهم كل شي كاين. وأيضا الأجواء اللي من بعد صلاة التراويح بحال هذه اللي راكم تشوفوا معايا، الأسواق، الشوارع، كل شي عامر. لذلك صراحة ما كانش بحال الأجواء ديال رمضان في المغرب، الأجواء ديال رمضان في المغرب. وشكون اللي غادي يحس بزاف بهاد الأجواء هو اللي غادي يغبر عليها واحد المدة، كاين اللي ربما سنوات طويلة ما قدروش يجيو للمغرب، الناس ديال الجالية المقيمة في الخارج، كاين اللي ربما ما عندوش الورق، كاين اللي راه تما سنوات مع الخدمة مع القراية مع هادي، راكو عارفين المشاغل. اذا اخوتي نخليكم تكملوا هذا الفيديو، استمتعوا معنا بهذه الاجواء الجميله اللي كاينه في مدينه بركان وبالضبط في شارع الذهب، ونتمنى لكم فرجه ممتعه. Thank you.